وهذا يسأل: من هم الأقارب الذين يجب على المسلم وصلهم ويكون وصلهم عليه فرض عين؟ نعم، الأقارب الذين تجب صلتهم هم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب، ومن جهة الأم كالأخوال والخالات والجدات من قبلها، كذلك الإخوة، الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب. الإخوة على اختلافهم هم من أقرب القرابة الذين تجب صلتهم، وأبناء الإخوة وبنات الإخوة